متابعي القناة نيشان الآن حنا كنتوجهوا لساحة الحارتي في مدينة مراكش لوقف الاحتجاج الأساسي كما كتشاهدوا المتابعين ديالنا نيشان يعني كما كتشاهدوا الانتفاضة بعد الأساسي يعني كما كتشاهدوا المتابعين القناة ديالنا نيشان الآن المباشر هنا من مدينة مراكش كما كتشاهدوا يعني انتفاضة الأساسي صارمة هنايا يعني كيتسناو الحقوق ديالهم على الفتح المباشر في مدينة مراكش متابعين القناة ديال نيشان الآن كما كتشاهدوا يعني معلمين أساتذة يعني كاين الإشكال مازال ما تقول بأنهم ما لقاوش معاهم شي حل إيجابي هنا في مدينة مراكش يعني كما كتشاهدوا المتابعين ديالنا نيشان الآن حنا على البث المباشر هنا من مدينة مراكش يعني البث المباشر هنا من مدينة مراكش هنا من مدينة مراكش متابعين يعني نحن على البث المباشر هنا من مدينة مراكش كما كتشاهدوا الأساتذة كذلك وبعض الأستاذات يعني هنا يعني واحد الانتفاضة اللي تبارك الله يعني تقريبا فات الألوفات هي الكرامة ويا وزير القمامة احنا بدورنا كنسألوا يعني شنو هو المصير ديال هاد التلاميذ اللي يعني عطلة في عطلة يعني لا حول ولا قوة الا بالله كنشاهد المتابعين القناة ديالنا اللي شافنا على البث المباشر وكذلك هنا كنشاهدوا كما انا كاينة تلقى ديال فلسطينية كما كنشاهدوا هنا في ساحة الحارتي في مدينة مراكش يعني احنا بدورنا كنسألوا يعني ما ذنب هاد التلاميذ
لانه التلاميذ هما اللي ضايعين. يعني اذا كان شي خلاف ما بين رجال التعليم والمسؤولين يحلوا هذا الخلاف، لانه الضحيه الاولى هما التلاميذ ديال التلاميذ هما الضحيه الاولى. يعني احنا بدورنا تحيه نضاليه الاساتذه اللي وحدهم مراكش عرسين نضاليين، عرسين نضاليين غيكونوا ناجحين. اللي علينا نجحوا العرس النضالي ديالنا الان وردوا بصوت واحد وواحد ناظر يا مناظر دون باب فقط. انا نقول انتم تعاودوا رايي تحيه الاساتذه وناظر يا مناظر صوت عبد كما كتشاهدوا وناظر يا مناظر ان ولادنا مناضل صوت اقوى رجاء. يعني احنا في دورنا اجل الحق اجل الحريه صوت اقوى الاساتذه اجل الكرامه اجل المدرسه صوت اقوى اجل التربيه أجل الكرامة ناظر ناظر يا مناظر ذاك الوناظر أجل الحق هذا الأساتذة. يعني هذا هو المشكل، يعني احنا دورنا كنسألوا يعني شنو هو المصير ديال هاد التلاميذ. يعني إلا كان شي حل يكون أو حل أو متابعين قناة نيشان الأدنى كنشاهدوا الفامدون الفامدون صورة معفرة درب البيضاء نحن عليه سائرون صامدون 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 درب البيضاء نحن عليه سائرون ولا سلام يا سلام الاستسلام الوطنية. يا سلام الاستسلام. يعني احنا على البث المباشر هنا من مدينة مراكش. إلى الأمام صامدون 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 درب النداء نحن عليه سائرون صامدون مراكش صامدون صامدون مباشرة من مدينة مراكش كما كتشاهدوا المتابعين القناة ديالنا نيشان الآن. يعني غادي لنا بدورنا غنتقلوا يعني غتكون واحد يعني كتكون واحد المسيرة هنايا يعني اتجاه الساحة المعروفة بمراكش ساحة الحارتي كما كتشاهدوا المتابعين. نسألوا نشوفوا أحد الأساتذة كذلك القاضية وأخلوت يا وزير المحكمة نزل بالحال ولا أخبار القاضية درب النضال نحن عليه الآن غادي نتجه نحو واحد الساحة هنا بساحة باب الشفالة بمدينة مراكش. يعني احنا على البث المباشر متابعي القناة نيشان الآن كما كتشاهدوا. يعني شنو هو السبب المصير ديال هاد التلاميذ الا كان خلافات هناك بين التربيه والاساتذه؟ يعني شوفوا شي حل عاجل. يعني احنا بدورنا كنتسائلوا ما عرفتش شنو هو السبب وشنو هو الحل. يعني كذلك معنا احد الاطر سيدي مرحبا بك في نيشان الان. يعني شنو هو السبب ديال هاد الانتفاضه وشنو هو المصير ديال هاد الدراري؟ بالنسبه احنا نحن هنا من اجل النظام الاساسي، احنا ضد التجميد، احنا مع السحب. التلامذ بالنسبه للتلامذ، التلامذ راه ولادنا. انا عندي جوج ولاد كيقراو في المدرسه العموميه. يعني نظام المآسي فيه حيف لا للتلميذ لا للاستاذ لا للشعب المغربي. هذا هو النداء ديالنا وهذا الشيء علاش حنايا هنا. وشكرا. يعني واش كان هناك شي حوار ما بين الوزاره؟ حوار يعرفوا الراي
الحوار مع الوزاره كاين بالنقابات، النقابات كتعتبر راسها اكثر تمثيليه ولكن ما كتمثلش التنسيقيات، حنا كتنسيقيات ما كتمثلناش النقابات، لم تعد اي صله بيننا وبين النقابات. النقابات عباره عن مكاتب وطنيه تم اختيارها في انتخابات ولكنها لم تؤدي رسالتها كما يجب. الان نحن في الشارع ونريد ان يسحب النظام ويجدد وينزل الى طاوله الحوار. شكرا. هذه رساله موجهه للناس ديال النقابه، يعني كفى بان خلال هذه العبارات اللي كيقول هذا الاستاذ، يعني احنا بدورنا كنتسائلوا، مازلنا كنتسائلوا، يعني احنا بدورنا كنتسائلوا، يعني نحاولوا ناخذوا احد شكرا متابعي قناة نيشان، غيكون لقاء آخر وإلى اللقاء.